السلام عليكم اهلا بكم حبيباتي الغاليات اش بخير اوضاعكم احوالكم كل شيء على خير ياربي ربي تكونوا بخير وعلى خير يوم إن شاء الله البنات كما وعدتكم قد معكم كاع لا ديكوراسيون اللي درت في سي فكما شفتوا في الصور هاد الشموع ان شاء الله غنقدوها فطريقة ديال يعني باش ندوبو الشمع وباش نخدموه على تكنيك باش نخدموه راه ديجا كنت وريتها لكم في واحد الفيديو فيديو دابا نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف هنايا يعني ان شاء الله ندوزو غير للتزيين دونك للتزيين آه سكوتش يكون هكايا كبير قد آه القياس اللي غنديرو كناخدو ورقه كنطبعو عليها يعني في الفوتوكوبي عادي ديك الرسمه اللي باغيين وكناخذوها كما كتشوفوا كنديروها على الوجه ديال السكوتش كنلصقوها مزيان باش ما كنخليوش الفراغات وكنجيب واحد الكاس ديال الماء وكنخليوها تفزك مزيان ملي كتفزك صافي كنجيو كنبقاو غير نحكوها هكا بصبعنا وهي كتزول ديك الورقه البيضاء وكتبقى غير الرسمه هي اللي لاصقه في السكوتش صافي كنقبطو واحد المنديل ونشفو مزيان ديك ديك السكوتش ديالنا كنشفو مزيان وعاد كنلصقو هكايا على الكاس او على الزاج او على اي حاجه بغيتو تزينو بها فكيجي المنظر ديالهم زوين تقدروا نتوما تفنوا اكيد في في الرسمه في اللي بغيتوا تمشيو لموقع بنتاغس انا نحاول نخلي لكم مكتوب ولا ندير لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف راكم غتلقاو فيه بزاف ديال الاشكال يعني تقدروا تكتبوا إلستراسيون شانيل ولا اي حاجه يعني بغيتوا التيم ديالها فكتكتبوها وكيخرج لكم بزاف بزاف ديال الصور دابا البنات أه ندوز معكم يعني بنفس الطريقه زينت انا وانتم تقدروا يعني ديروا مختلف خليت هنايا شمعه في اللون الابيض خليتها سامبل ودرت ديك جوج في الجناب كما شفتوا معايا واحد البلاطو واحد اخر درت فيه هاد الشمعه الكبيره ومهم راكم شفتوا معايا كيفاش درت له دابا ان شاء الله نجيو نقادو هذا الفاز هذا فاز كان عندي كاس يعني عادي كاس فخديت هنايا آه هاد الكتبة ديال شانيل طبعتها عادي تقدروا نتوما ديرو اي حاجة ولصقتها غير ولا باي لصاق اللي عندكم وكتلصقوها هكايا على الكاس ايوا صافي هنايا ان شاء الله نجي ندير له شويه ديال الماء باش يبان زعما ديك شم ديك الورد حقيقي فكنضيف ليه هكايا ديك ما حيت ما عنديش بزاف ديال هاد الورد الكبير فحاولت انني نعمرو يعني انا دي بانيت باش ما كان عندي هادشي راه كلشي ما شريتوش حتى حاجه ما شريتها الشمع كان عندي آه كل شيء كان عندي دونك قديت غير داك الشيء اللي عندي فحاولت انني نقاد هكا هاد الفاز هكا يعني ب... بديك الوريدات اللي عندي ودرت لهم لون واحد وصافي كما كتشوفوا جا واحد البوكي اللي زوين جا واحد بحال فاز بحال يعني زوين بزاف انا عجبني هنايا زدت له شويه ديال واحد ريحة لي زوينة هكا يتبقى مع ديك الما يعني كيبقى طلق الريحه زوينة وهنا يعني جيو لي فوليفغ باش نقدوهم بالنسبة لي فوليف غنحتاج لهم الكارطون عادي شوفوا واحد الكارطون شوية لي يكون قاصح كتاخدو المقاس اللي باغيين نتوما عليه ديك ليفغ واش كبير ولا صغير ولا أه كتاخذوا القياسات ديالكم انا ديجا كان عندي واحد المصاوب فحاولت فقط انني نتراسي عليه يعني نتوما تقدروا ديروا 27 آه او سبعة وعشرين ديال الطول و ديال العرض تقريبا هذا هو القياس اللي درت نتوما المهم القياس اللي اللي بان لكم فكنحاولوا ناخذوا النقطتين اللي وريتكم هنا باش غنتراسيوهم باش يتسطولنا هذا الكارتون اول حاجه عندوز مع التراساج ديال الخط الكحل غنقطعوا داك الزائد أو وعنحاولو نتنيو هكايا يعني هاد الكتيب باش يجينا على شكل كتاب هكايا دونك انا غير وريتكم انا ديجا ها هو عندي وغلفتو غير بالورق البيض غير هاد الورق البيض العادي انا ما عنديش الكبير ديال اتروا ولا المهم شي ورق يكون كبير باش يغلفوا لكم مره واحده فغلفت وعاودت بهذا الورق ديال اكاد او ديبانيت بي وحتى المطبوع اللي عاد عليه عليهم من الفوق من الاحسن تقلبوا على اوتوكولون اللي كيجي لاصق على كيلصق يعني كيتحل كيلصق على الكتاب ولا على اي حاجه درتوها قي انا ما كانش متوفر عندي فهو كيجي احسن احسن هذا هو الورق اللي قلت لكم فكتحلوهم من هنا ومن هنا وكيكون فيه اللصاق ديالو فكيلصق وحتى الكاليتي ديالو كتكون شويه غليظه على الورق العادي وكيكون كيبري فاي جي يعني فينيسيون ديال الليفغ أيجي يعني بحال حقيقي مشري ماشي مصاوب أه حاولوا تخدموا مزيان هاد الفينيسيون ديال هادشي اللي كيكون يدوي باش كيبان راقي فصافي اننا ناخذ يا اما مسدس الشمع او لا كل ولصقوا بها يعني ايه ولصقوا بها هادي البنات انا نسيت ما قلت لكمش على هادي اللي عجينا هكا باش تسد لينا الكتاب كناخذوا العرض ديالها هو العرض اللي خلينا التنية ديال الكتاب يعني من اللور هو اللي خلينا وكناخذوا الدوره ديال الكتاب هانتوما هاد البليس هادي اللي كنوريكم كنجيو ناخذوا القياسات ديالنا وكنرشموها بحال اللي درنا بالمقص في الكارطون في التنية هادي ايوا <سؤال> وصافي دابا دونك هنايا يعني نجي هنايا يعني عندي الورق كبير ديال الاطروا هو اللي طبعت فيه يعني في كتابة عاديه فوتوكوبي عادي ديال الكولور وصافي انتم لا لقيتو الورق كولو حاولوا تطبعوا عليه الشكل اللي بغيتو صافي انا هنا نحاول نلصقو هكايا بالصاق وعاد من بعد نولي نفيني من الداخل فالبنات فاش تكونوا كتغلفوا هكايا حاولوا كل مره تسدوا الكتاب باش ما يجيكمش مزير حاولوا تسدوا الكتاب نتوما ثم كتغلفوا نتوما ثم كتشوفوا القياس واش هو هذاك وصافي من الاحسن يكون عندكم غير ديك ايفي ولا شي يكون خفيف ما يكونش مسدس الشمع لانه الشمع شويه غليظ مع الورق كيبان كي شي شويه ولكن حاولوا نتوما ما نتوما كتسرحوا في ديك الشمع يعني باش ما يجيكمش صافي كتحاولوا تفينيو هكايا من الجوانب وما اي بلاصه يعني باش يجي ديك لاصق فاش شوق البنات يعني كنحاول انني نتنيه باش ملي نسالي ما يجينيش مزير فكنقطع هكايا جنبات ونحاول انني نثبتهم ومن بعد نجيب ديك الورق ديال الاوتوكولون كنبقى ليا يعني واحد صفحة غير بيضاء هكايا ما فيها شي رسمة وحاولت انني نفيني بها من الداخل كنتمنى البنات تكون طريقة مفهومة سهلة بزاف يعني ما تحتاجوش فيها شي حاجة فقط طبعوا الرسمات اللي بغيتو نتوما البنات كيما شفتو منين منين لصقتها لصقت عليها ديك الورق اللاصق وكيبري فكيجي فيني من الداخل وحتى على برا يعني كنت صوت به يكون احسن نتوما حاولوا يكون عندكم الوقت فين تقلبوا على شي مطبعه اللي كدير ديك الورق هذاك فبالنسبه للتاب تقدروا ديروا اي حاجه بحال باشاني الا كان عندكم سيجور في, في شي غوز ولا شي حاجه تقدروا تديرو ديك الرسمه للداخل لداخل او ديك التيم ديال شانيل يكون بحال دابا بالغوز ولا بشي غري ولا شي حاجه المهم تمشيو مع 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 يعني الديكور اللي دايرين او مع الالوان اللي دايرين فانا هنا قطعت هذيك شانيل باش تجي لاصقه وتجي مفينيه مزيان فقطعتها يعني حرف بحرف ولصقتهم لصقتهم هكايا وهنا نجي نلصقوا هذا فتا هو غير غلفته يعني الطرف ديال الكرتون وغلفته وهنا يعني نجي نلصقوا هكايا ب مسدس الشمع ونحاول نلصقها كجنيب بجنيب فبالنسبه للبنات الاعمال اليدويه فانا كنبغيها بزاف بزاف غير ما كنلقاهاش الوقت آه كيعجبني نصوب آه هكا ونبدل ديكور باشياء بسيطه اللي غير مكلفه كما كتشوف يعني فقط بالكرتون الكرتون دائما كيكون موجود عندنا فيعني يعني علاش لا ما نستغلوش آه هكايا الوقت اللي كيكون آه شويه الفراغ ولا قادو فيها كشي حويجات اللي تنفعنا واللي يعني تبدلنا شويه هكايا ديكوراسيون ديال سوا ولا بيت نعاس ولا اي حاجه تقدروا تستعملوها لي فولي حتى فكه في بيت نعات تحطوا على لي طابل دو ولا المهم اي بليصه حسب البنات هنا كناخذ واحد واحد سنتها هكايا هذه ديجا كانت عندي حتى هي كان عندي وصلني واحد الكادو وكانت بيها وزولتها و وهكا يعني لصقتها مجنب خليت هذا واحد هاد هاد الكتب خليتو يعني مسدود سديتو فاش كنت كنقادو وهذا يعني خليت له غير آه سوينتها هكايا باش نبقى ندير فيها كاليتي لي كوموند ولا بغيت ندير فيه شي حاجه هكا رغم انا راه شفتو بنتي كيتحل ويتسد بقات تحل وتسد تحل <applause> وتسد ما خلاتوش المهم دابا ندوزو للفكره الثانيه البنات هنايا هاد لي طابلو هادي لي طابلو كيتباعو بخمسة دراهم يعني تقدرو تمشيو عند مالين خمسة دراهم تلقاوهم ولا في أي بلاصة فيهم الأشكال تقدرو تلقاوها كطويل أو مربع أو مهم بزاف أنا خديت هاد القياسات هادو بخمسة دراهم دايرين كيما كتشوفو بحال لي ديك يعني ديك البلاستيك ديالهم كيتحرك أو كيتحل واحد شوية يعني خديت هكا طبعت واحد الوريقات خديت الرسمات من بانتيغيست وطبعت عليهم يعني, يعني خديت واحد التيم واحد الالوان اللي تمشاو ليا هكا مع السيجور وصافي يعني كان نقطعهم هكايا طبعتهم في الاطروه لانهم كبار على حسب الكادر عندي فيهم شي 40 ولا 41 ديال الطول وشي 17 سنتيم ديال العرض في الطوال والخرين المربعين عندي فيهم 27 سنتيم على 27 سنتيم فكنت مضطره انني يعني نطبعهم في ورق يعني اللي كيكون كبير ديال الاطروق كما كتشوفوا اللصاق ديالهم ساهل بزاف بزاف البنات انا وريتكم واحد الطابلو عندي دايره في الكول في الكولوار وما عرفتش واش يجيني هو حسن ولا هادو راني وريت لكم دابا حتى تقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاي واش جاوا فيه بزاف الالوان ناوني يعني انا بزاف الالوان اللي دايره في الكولوار يعني ما كيجيش دار ولكن ملي كيكون سيجور وحده حتى هو يعني سيجور فيه الوان وهو فيه الوان جاتني شويه الشوفه ماشي تالت البنات أنا بغيت نشارك معكم واحد سكوتش انا نحاول نخلي لكم الرابط ديالو كنت خديتهم على اكسبريس هاد سكوتش دوبل فاس زوين بزاف ما كيلصقش في الحيط هاد لي طابلو راه فيهم اللصقه ديالهم هذيك البيضه اللي كتلصق على الحيط وكيبقى بحال كيتقشر دونك هاد السكوتش هذا اللي خديت مع الي شفاف وبحال البلاستيك يعني ما ماشي بحال البونج هاد البيض دير بحال البونج وكيلصق كيبقى المهم ما كيبغيش يزول كيزول كي معاه الصباغه وانا راني عاد صبغت دونك ما بغيتش نضيع الحيط فخديت ديك السكوتش اللي قلت لكم جاي شفاف وفيه تا هو دوبل فاس وبحال البلاستيك يعني قاصح كي كيزول كي كيلصق مزيان وفي نفس الوقت ما كيبقاش لاصق لك في الحيط اي ولا هادو هما الديكورات اللي درنا كنتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم وكنتمنى انني كلشي نكون يعني وضحته لكم الا كان شي حاجه مازال ما واضحهش خليو ليا في لي كومونتير نحاول ان شاء الله نجاوبكم صافي هادو هما هاد اللي قديت معكم اليوم نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم الشميعات هما ديكم ما كيجيو فنين آه كيجيو زوينين بزاف وانا العشق ديالي هو الشموع صافي بالنسبه لهاد البوكي تا هو يعني تقدر يكون عندكم واحد الكاس كبير وتقادو بها كفاز وخلاص هاد لي ليفغ اللي تا هما عاوتاني فقط بالكرتون يعني ما مكلفينش نهائيا ايوا صافي هادشي اللي كاين ولي طابلو حتى تقولوا لي البنات الراي ديالكم في لي طابلو واش مزيانين ولا لا وانا رسمت الرسمات اللي فيهم او التام اللي فيهم الالوان هما هذوك اللي باغيه ولكن نحاول نبدل شويه هكايا مرة مرة لأنه غير الوريقة يعني كتقطعهم وكتلصقهم تقدروا تزولوهم ولكن كيجي الشكل ديالهم زوين وتقدروا تستعملوهم حتى في بيت النعاس ديرو فيهم واحد تام لي لي خاص يعني بيت نعاس ديرو فيهم واحد الوريضات ولا ديرو فيهم شي يعني صور ديال الماكياج ولا شي حاجه بحال هكايا كيجيو زوينين بزاف ايوا هادو هما الافكار البنات اللي, اللي شاركت معكم كنتمنى يلو... كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم ايوا هادشي اللي كاين آه يلا البنات اي وحده عجبتها شي فكره تطبقها وتخليها ليا في الكومونتير ولا تصيفط لي التصويره ديالها في الانستغرام دابا نخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف وشكرا بزاف البنات على المتابعه والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر خليو لي البنات شمن نوع من الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوها واش روتينات واش آه يعني هكا شي حاجه ديال ديال الاعمال اليدويه ما عرفتش المهم شوفوا نتوما يعني الاشياء اللي كتحبوا انني نبارطاجيها معكم فان شاء الله باش نبقى نكثر منها ايوا هذا هو اللي كاين كنتمنى انه الفيديوهات ديالي تكون متنوعه وتكون ما كتملوش منها انا كنحاول دائما انني نقدم غير حاجه زوينه ويا ربي نكون دائما على حسن الظن ديالكم ما تنساوش في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه وتفعلوا اكيد زر الجرس باش دائما يوصلكم الاشعار انني نزلت شي فيديو جديد خليكم حبيبتي في امان الله والى اللقاء ان شاء الله فيديو اخر في رعايه الرحمن